السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين اختر على الدرس الثالث حساب مثلثات لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025، وهو درس الدوال المثلثية ومقلوباتها. البداية الفعلية أو أهم جزء في حساب المثلثات الدرس الثالث والرابع اللي هو الدوال المثلثية ومقلوباتها درس النهاردة، والدرس الجاي اللي هو الزوايا المنتسبة، ده عصب حساب المثلثات، ده اللي هتكمل بيه تانية سنة وتالتة سنة ولو انت كملت علم رياضة بإذن الله. فالدرسين دول والله مهمين جدا جدا مع منهج الترم التاني، هتعتمد عليهم اعتماد كبير جدا جدا في تانية وتالتة ثانوي، فبأكد على أهميتهم. يا ريت تحل تمارينهم بالكامل، واحنا هنا بفضل الله بنحل كل التمارين على القناة. طب انت سريعا يا باشمهندس خلصت ايه في المنهج؟ احنا بفضل الله خلصنا 3 جبر وخلصنا 3 هندسة، وكان قبل الحصة النهاردة 2 حساب مثلثات. لما نخلص حصة النهاردة الاخطر والمقال والاختبار بإذن الله يبقى خلصنا 3 دروس من كل فرع، يعني خلصنا 9 دروس يا باشمهندس، يعني أكتر من تلت المنهج بفضل الله. لو انت أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسميها بسم الله وخلينا نبتدي. خلينا أفكرك إن شرح الدروس وحل الاخطر حل المقال حل الاختبارات كل ده موجود في قوائم التشغيل بالترتيب بإذن الله. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الأول بيقول لي إذا كانت ثيتا قياس زاوية في الوضع القياسي، الوضع القياسي ده اللي إحنا درسناه في الزاوية الموجهة اللي هي راس الزاوية نقطة الأصل والضلع الابتدائي على محور السينات الموجب، ما تنساش المعلومة دي لأنه بيستخدمها في بعض المسائل. في الوضع القياسي ضلعها النهائي بيقطع دايرة الوحدة في النقطة جذر 3 على 2.5 فإن الجاذب ثيتا. بص، دايرة الوحدة دايماً بتبقى عبارة عن زوج مرتب. الزوج المرتب ده بيبقى عبارة عن جتا الزاوية، لو احنا سمينا الزاوية سيتا يبقى جتا سيتا وجا سيتا. طب ما انا عارف والله معلومة مهمة ان اي زوج مرتب بيبقى الاول هو السين والتاني اللي هو الصاد، كلام جميل جدا، فركز بقى. ممكن يلعب لك بالسين والصاد وممكن يلعب لك بالجتا والجا، فهو هنا بيقول لي الجا سيتا، الجا سيتا اللي هي التاني اللي هي الصاد، فبشوف التاني هنا اللي هو نص، يبقى الجا سيتا بتساوي نص، بس كده بس كده. يبقى انا بعرف ان الزوج المرتب بتاع دايره الوحده بتاعه الضلع النهائي عباره عن جتا وجا او سين وصاد، لان لو قارن ده بده هنبدا نحسبها وده هتظهر معانا في المسائل، فده سؤال مباشر مفيش فيه مشاكل. طيب رقم 2 بيقول لي اذا كان الضلع النهائي لزاويه قياس سيتا مرسومه في الوضع القياسي بيقطع دايره الوحده في النقطه دي، النقطه باء سالب 3 على 5 و4 على 5، كلام جميل جدا. احنا عارفين زي ما قلت لك في السؤال اللي فات الاول هو الجتا والتاني اللي هو الجا، يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني السالب 3 على 5 دي هي الجتا والاربعه على 5 دي هي الجا. حلو، بيقول لي فان زطا سيتا، ما دي المقلوبات، مش الزطا سيتا هي مقلوب الظب اهي اللي هي واحد على ظا سيتا. حلو، الظا جا على جتا يبقى مقلوبها عبارة عن جتا على جا. وصلت؟ حلو قوي، يبقى الزطا سيتا عبارة عن جتا على جا. طب يلا فين الجتا؟ ما الجتا اللي هي الأول اللي هو سالب 3 على 5 على الجا اللي هو الثاني 4 على 5. حلو، شيل الخمسة مع الخمسة يفضل لك سالب 3 على 4، يبقى الإجابة سالب 3 على 4. جيت بصيت في الإجابات مش لاقيها، مسالب 3 أرباع يعني سالب 75%، إيه المشكلة؟ يعني الاختيار ده هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال اللي بعده. رقم 3 بيقول لي إذا كانت سيتا زاوية موجهة في الوضع القياسي ضلعها النهائي بيقطع دايرة الوحدة في النقطة سالب 5 على 13 و12 على 13، زي ما قلنا يا باشمهندس الأول هو الجتا والتاني اللي هو الجا، ده هو ده وده هو ده بإذن الله. فبيقول لي جتا سيتا، جتا سيتا اللي هو في الاول اللي هو سالب 5 على ال 13 ناقص اهي الجا سيتا اللي هي الثاني اللي هي 12 على ال 13، ما ده نفس المقام اللي هو 13، وسالب 5 ناقص 12 يبقى سالب 17، يبقى الاجابه سالب 17 على ال 13، يعني الاختيار ده هو الاختيار الصح. الموضوع سهل وبسيط. 4 بيقول لي زاوية موجهة في الوضع القياسي يمر الضلع النهائي بالنقطة 3 و4، فإن ضلعها الابتدائي بيقطع دايرة الوحدة في إيه؟ أول حاجة هو قال لي إن دي في الوضع القياسي،
واحنا عارفين ان الوضع القياسي من اول درس بتاع الزاويه الموجهه ان راس الزاويه بيكون نقطه الاصل صفر وصفر، وتاني حاجه ان الضلع الابتدائي بيكون على محور السينات الموجب، صح؟ دي شروط الوضع القياسي. مش فاهم حاجه، تعال نفهم دلوقتي. دي الدايره، ماشي ماشي. وادي يا باشمهندس، لا ماشي، عايزين الثانيه. المحاور اهي مثلا، خلاص حلو جدا. احنا قلنا ايه؟ احنا دلوقتي ضلع الابتدائي اللي هو بيسالنا عليه لازم يبقى على محور السينات الموجب، لازم يبقى هنا. وطالما دي دايره الوحده يبقى نص قطرها بواحد، يبقى النقطه ده هي كام؟ النقطه ده هي واحد وصفر. يبقى انا بالنسبه لي لازم الضلع الابتدائي بيقطع دايره الوحده في النقطه واحد وصفر. طب يا باشمهندس، هو بيقول لي الضلع النهائي بيمر 3 و4، طب ما هي ايه المشكله؟ هنفترض ان الزاويه عامله كده، لان 3 و4 دي في الربع الاول، فده معناه ان هو بقطع في النقطه دي مثلا 3 و4. تقول لي يا باشمهندس ده الواحد بعيد، انا ما بعتمدش على دقه الرسم، انا بعتمد على الشكل وخلاص، يعني المفروض ان الواحد ده بقى قليل هنا، عشان اكيد 3 و4 3 بعيد. المهم ان هو بيقطع في النقطه دي، وصلت؟ ما خلي بالك على فكره الضلع ده ممكن يتمد، ما فيش فيه ادنى مشاكل خالص، وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. المهم ان الاساس اللي ما بيتحركش ده اهو، الضلع الابتدائي ده هو يا باشمهندس ما بيتحركش. ايه يا عم خلاص؟ ده كده ما بيتحركش، دايما على محور السينات الموجب، فدايما بيعدي بالنقطه واحد وصفر، وده سؤال مهم جدا جدا يا باشمهندس. طيب رقم خمسه بيقول لي اذا كان ظا سيتا بيساوي نص، طب على جنب كده، ما هي ظا سيتا اللي هي عباره عن جا سيتا على جتا سيتا. طبعا قال لك الكلام ده بيساوي نص، سيبها كده. بيقول لي حيث سيتا زاويه حاده، ماشي يا عم. في وضعها القياسي فان الضلع النهائي يقطع دايره الوحده عباره عن ايه؟ احنا اتفقنا ان اي زوج مرتب هو عباره عن الجتا سيتا على الجا سيتا. فانا عشان اوصل للظا اللي هو عايزها فبعمل ايه؟ بقسم الجا على الجتا، يعني بقسم الصاد على السين. مش احنا قلنا الاول ده هو السين والتاني هو الصاد، فانا بقسم الجا على الجتا عشان اوصل للظا، يبقى بقسم الصاد على السين. فانا كل نقطه من دول هقسم الصاد على سين، واللي يديله نص يبقى هي الصح، بس مع مراعاه حاجه مهمه جدا 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 جدا، ان الجا والجتا دايما بينتموا من الفتره من سالب واحد لواحد مغلق، يعني اقصى قيمه بوصل لها الجا او الجتا واحد، واصغر قيمه او القيمه الصغرى او اصغر قيمه هي سالب واحد. يعني انا الجا والجتا عمرهم ما بيعدوا السالب واحد ولا الواحد. فهنا اول ما تلاقي مشكله اقف. مش انا بالنسبه لي الزوج المرتب ده عباره عن جتا وجا، حلو، الجا بتساوي واحد ما فيش مشكله، هل ينفع الجتا تساوي اتنين؟ ما انا قلت لك يا باشمهندس اقصى قيمه واحد، يعني ما ينفعش تساوي اتنين، يبقى اصلا النقطه دي ما تنفعش، مع اني لو قسمت الصاد على السين هتديله نص، بس هنا قيمه الجتا دي استحاله ان هي تحصل. تعال، مش ده عباره عن الجتا ودي الجا؟ الجتا بواحد ما فيش مشكله، طب الجا تنفع باتنين؟ برضه ما تنفعش، لان الجا اخرها واحد، مع ان لو قسمت هنا اتنين على الواحد يعني اصلا غلط، يعني دي اصلا ممكن استبعدها. طب تعالى هنا يا باشمهندس، ها هنا واحد على جذر خمسه واتنين على جذر خمسه، ده كسر ما فيش مشكله، وده برضه كسر، خلاص يبقى انا هقسم دي ودي الصاد على السين ونشوف. تعالى نقسم دي الصاد على السين، يعني هقسم ده على ده، يبقى اتنين على جذر خمسه هقسمها على واحد على جذر خمسة، الجذر خمسة يشير مع الجذر خمسة، فيفضل اتنين على الواحد اللي هي اتنين، يبقى دي برضو غلط، لأن أنا عايز الظا بنص، يبقى هي أكيد مين؟ أكيد ده. وتعالى نتأكد لما نقسم الصاد على السين، يبقى واحد على جذر خمسة هقسمها على اتنين على جذر خمسة، فدي تطير مع دي، فيفضل فعلا مين؟ يفضل له نص، يبقى الاختيار ده. وعرفنا بنستبعد ألف وباء ليه؟ لأن القيمة العظمى للجا والجتا دايما بتساوي واحد يا باشمهندس. وصلت؟ وصلت، ده سؤال مهم. السؤال رقم ستة بيقول لي إذا كان الجا سيتا بسالب واحد، الجتا سيتا بيساوي صفر، فإن سيتا موجودة فين؟ خلي بالك دايما الأرقام واحد وصفر وسالب واحد دي زوايا رباعية خاصة، فلازم دايما دايما تعملها بالطريقة دي، هتسهل عليك كتير قوي.
اتفقت معاك ان اي زوج مرتب هو عبارة عن الجتة والجاه. كلام جميل جدا. فهنا الجتة بتساوي كام؟ الجتة بتساوي صفر، يعني هنا صفر، والجاه بتساوي سالب واحد. لو انا سألتك سؤال، هي النقطة صفر وسالب واحد دي موجودة فين يا باشمهندس؟ تعال انا اقول لك مكان اهو وهتفهم انت بكل بساطة. لو انا معايا دايرة وحدة بتمر هنا، عشان دي مهمة قوي. بص، لو انا افترضت ان دي دايرة وحدة، فطبعا بتعدي هنا بالنقطة دي واحد وصفر، وبتعدي هنا بالنقطة دي صفر وواحد، وبتعدي تحت هنا بصفر وسالب واحد، وبتعدي هنا بسالب واحد وصفر، يعني بتعدي بالزاوية الربعية كلها. طبعا هنا الزاوية صفر أو 360، هنا الزاوية 90، هنا الزاوية 180، هنا الزاوية 270. جيت بصيت على السؤال لقيتها بتعدي بالنقطة صفر وسالب واحد. صفر وسالب واحد هنا يعني ال 270، يبقى خلاص أنا عرفت إن الزاوية بتاعتي هي 270. طب هو جايبها بالتقدير الدائري، عادي جدا نضرب في باي واقسم على 180. على 90 فيها 3، يبقى دي 3 باي. 180 على 90 فيها ال 2، وانا اختصرت على 90، يبقى هي 3 باي على الاثنين. اول ما ترسم دايره الوحده بالشكل ده كده وتعرف الزوايا، الموضوع خلص معاك باذن الله. رقم 7 بيقول لي اذا كانت القطع سيتا بيساوي 2 حيث سيتا زاويه حاده موجبه فان قيمه السيتا. القطع مقلوب اللي ما فيهاش تاء اللي هي الجاه. يعني كده هو بيقول لك ان القطع سيتا عباره عن 2 على 1، يبقى مقلوبها اللي هو مين؟ اللي هو الجاه. شقلب دي، بدل ما هي 2 على 1 تبقى 1 على 2. طبعا هتسأل نفسك السؤال، ايه هي الزاوية اللي الجهة بتاعتها بنص؟ طبعا كلنا عارفينها اللي هي 30 درجة، يبقى بالنسبة لي الاختيار ب. أو ممكن تروح على الآلة تعمل شيفت، تضغط على زرار الشيفت وبعد كده تضغط على الساين، فهتلاقي كتب لك على الآلة ساين سالب 1 وفتح لك قوس، فهتكتب لي الناتج اللي هو نص 1 على 2 وتضغط يساوي، هتلاقي الآلة طلعت لك 30. دي طريقة الآلة، وصلت؟ وصل، ولكن أنت عارف الزوايا الخاصة دي. السؤال 8 بيقول لي إذا كانت الجتا سيتا بنص والجا سيتا بجذر 3 على 2 فإن السيتا. بص، هو جايب لك الاثنين، فالاثنين دايما بينتموا لدايرة الوحدة. هات أي واحدة فيهم هيطلع لك الزاوية. يعني مثلا لو اشتغلت إن الجتا سيتا بتساوي نص، هعمل إيه؟ شيفت كوزاين نص، أو أنا عارف إن الزاوية اللي تديني الناتج نص في الجتا اللي هي 60، لان جتا 60 بنص. بس هنا الزوايا بالتقدير الدائري، ما احنا خدناها في الدرس الثاني، ادي ال 60 هضربها في الباي واقسم على 180. حلو جدا، ايه الكلام ده؟ هيساوي على 60 فيها الواحد على 60 فيها الثلاثه، يبقى هي عباره عن باي على 3. باي على 3 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف يا باشمهندس. وتعالى نشوف اللي بعده. رقم 9 بيقول لي جتا سيتا بنص والجا سيتا بسالب جذر 3 على 2. يلا، طالما الاثنين دول فبينتموا لدايره الوحده، وهو اصلا عايز الظا مش عايز الزاويه. طب انا عارف معلومه، ايه هي؟ ان ظا سيتا عباره عن جا سيتا على الجتا. حلو، طب ما هي الجاب كام؟ بسالب جذر 3 على 2 على الجتا اللي هي بالنسبه لي نص، هشيل المقام مع المقام، فسالب جذر 3 على 1 يبقى سالب جذر 3. يبقى اذا يا باشمهندس قيمه الظا بسالب جذر 3 اللي هو الاختيار د. السؤال اللي بعده رقم 10، اذا كان الضلع النهائي الزاويه موجهه في الوضع القياسي بيقطع دائره الوحده في النقطه دي. حلو، طب ما انا عارف ان اي زوج مرتب عباره عن الاول بيكون الجتا والتاني بيكون الجاه، يعني كان المساله جايه لك ان جتا سيتا بتساوي نص، وان الجا سيتا بيساوي جذر 3 على 2. اشتغلت على دي، اشتغلت على دي هيجيب لك الزاويه. يعني هنا ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ طبعا هي الزاويه 60. طب واحد هيحل دي، شيفت ساين جذر 3 على 2، ايه الزاويه اللي الجا بتاعها بجذر 3 على 2؟ برضه والله ب 60. ما هي لازم نفس الزاويه عشان تديني القيمتين دول، يبقى قياس الزاويه دي بيساوي 60 اللي هو الاختيار ج. السؤال رقم 11 بيقول لي جتا سيتا بجذر 3 على 2 حيث زاويه حاده موجبه فان الجاه بتساوي كام؟ هسالك سؤال، ايه هي الزاويه اللي الجتا بتاعتها بجذر 3 على 2؟
طبعا اللي هي لو عملت على الآلة شيفت كوزاين جذر 3 على 2 تطلع الزاوية ب 30 درجة، لأن جتا 30 بجذر 3 على 2. هو مش عايز الزاوية، ده هو عايز جا سيتا. يعني جا وأنا جبت السيتا ب 30، فجا 30 بيساوي نص، يبقى إذا الإجابة بتاعتي بإذن الله نص، اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار أ يا باشمهندس. السؤال 12 بيقول لي إذا كانت الجتا سيتا أكبر من الصفر. بص معايا، أي زوج مرتب اتفقت معاك إن هو عبارة عن جتا وجا، ده طبعا اللي هو السين ودي اللي هي الصاد، كلام جميل جدا. فهو بيقول لي ايه في السؤال؟ بيقول لي الجتا اكبر من الصفر يعني عدد موجب، والجا اقل من الصفر يعني عدد سالب، وطبعا زي ما اتفقت دي السين ودي الصاد. فايه الربع اللي بيبقى السين موجب والصاد سالب؟ لما تيجي نفتكر كده يا باشمهندس الاربعه عشان احنا هنحتاجهم في كذا سؤال، ركز معايا افكرك بيهم في السؤال ده بس. ماشي، الربع الاول بيبقى موجب وموجب، الربع الثاني السين موجب و سوري السين سالب والصاد هي اللي موجب. سالب وموجب، الربع الثالث بيبقى سالب وسالب، الربع الرابع بيبقى موجب وسالب. يبقى الربع الاول ده الربع الاول بيبقى موجب وموجب، الربع الثاني سالب وموجب، الربع الثالث سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب. فهنا انا شايف الاجابه موجب وسالب، فموجب وسالب يبقى انا في الربع الرابع، يبقى اكيد ان الكلام ده في الربع الرابع. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت الجا سيتا بسالب نص والقا سيتا بسالب 2 على جذر 3. طيب ركز معايا، انت كده معاك ان الجا سيتا بيساوي سالب نص، القا مقلوب الجتا، فاقدر احسب الجتا، هعمل ايه؟ هشقلب ده يبقى سالب جذر 3 على 2، شقلبته والسالب هو السالب. فده معناه اتفقنا ان احنا اي زوج مرتب بيبقى عباره عن جتا وجا، ده اللي هو السين وده اللي هي الصاد. طيب انا الوقت معايا الجتا مالها؟ الجتا سالبه، يبقى الاشاره هنا سالب، والجا برضو سالبه، لسه قايلين في السؤال اللي فات سالب وسالب يبقى في الربع الثالث، يبقى انا بالنسبه لي ان سيتا بتقع في الربع الثالث. السؤال 14 بيقول لي اذا كانت سيتا قياس زاويه تقع في الربع الثالث، لسه قايلين يا باشمهندس ان الربع الثالث اشاراته عباره عن سالب وسالب، وعارفين ان اي زوج مرتب بيبقى عباره عن جتا وجا، ده في دايره الوحده. فده معناه وركز معايا ان الجا ومقلوبها اللي هو القتا اشارتهم سالب، وطالما الداله سالب يبقى مقلوبها سالب. طب ما هي الجتا برضه سالب، فده معناه ان الجتا ومقلوبها اللي هو القا برضه يا باشمهندس سالب. بس ده معناه بقى حاجه مهمه، ان الظا ومقلوبها اللي هو الظتا هتبقى موجب. ليه بقى يا باشمهندس موجب؟ تعال اقول لك. احنا عارفين ان ظا عباره عن جا على جتا، صح؟ طيب يعني هنا ده على ده، فسالب على سالب هيديك موجب. طب ما هي الظتا مقلوب الظا، ولو الظا موجب يبقى الظتا موجب. ده اللي انا عايزك تعرفه. ليه؟ بيقول لي الجا في الجتا اقل من الصفر. تعالى، ما انا قلت لك الجا سالب والجتا سالب، فدي اول واحده دي عباره عن سالب في سالب، سالب في سالب بموجب، فالموجب اكبر من الصفر مش اصغر من الصفر، يبقى دي غلط. طب تعالى القا في القتا، بص القا سالب والقتا سالب، يعني دي برضو سالب في سالب تديني موجب، يعني المفروض اكبر من الصفر، فدي برضو غلط. الظا في الظتا اقل من الصفر، ما انا قلت لك الظا موجب والظتا موجب، يعني دي عباره عن موجب في موجب، المفروض بموجب، يعني المفروض المتباينه اكبر من الصفر، يبقى دي برضو غلط، يبقى هي اكيد ده. تعال نشوف الجا اللي انا قلت لك ان هي سالبه في الظا اللي انا قلت لك ان هي موجبه، فسالب بموجب يديني سالب والسالب اقل من الصفر، يبقى فعلا الاختيار ده اللي هو الاختيار ايه الصح. ده برضه سؤال جميل وفكرته كويسه. 15 سؤال تعويض مباشر ممكن تكتبه على الاله اصلا، 2 في جا 45 بجذر 2 على 2 او 1 على جذر 2 مش هتفرق، فدي هتروح مع دي فيفضل لي جذر 2، او انت احسبها بالاله
يبقى اذا الاجابه بتاعتي جذر 2 اللي هو الاختيار ج. السؤال 16 بيقول لي زطا تربيع 30. بص معايا عشان تيجي تحل السؤال ده كله مقلوبات، زطا مقلوب الظا. هسالك سؤال، هي زطا 30 بكام؟ هتقول لي بواحد على جذر 3 سب. طب القا مقلوب مين؟ مقلوب الجتا، فالجتا 60 عباره عن كام؟ عباره عن نص. طب القتا مقلوب مين؟ مقلوب الجا، وزاويتها كام؟ 45، فجا 45 بجذر 2 على 2. طب انت ليه حضرت لي الثلاثه دول؟ تعالى عشان انا بيقول لي الظا، فالظا مقلوب الظا دي واحد على جذر 3، يبقى مقلوبها جذر 3 وطبعا تربيع. ناقص القا مقلوب الجتا، فجتا 60 بنص، فمقلوب النص 2، يعني دي 2 تربيع. زائد القتا مقلوب الجا، الجا بجذر 2 على 2، مقلوبها يبقى 2 على جذر 2، والكلام ده برضه تربيع. بس وانت ممكن تكتبها كلها على القلم مفيش مشكله. تعال نعوض، جذر 3 تربيع ب 3 ناقص 2 في 2 ب 4 زائد، ركز هنا، هربع البسط ف 2 تربيع ب 4، هربع المقام فجذر 2 الكل تربيع ب 2، دي عباره عن 3 ناقص 4 سالب 1 و 4 على 2 اللي هي 2، سالب 1 زائد 2 يديني 1. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس اجابه السؤال ده بيساوي 1 اللي هو الاختيار الف. خلاص كلام جميل. 17 بيقول لي جا سالب 12 على 5 باي، فجاي الاجابات كلها يا باشمهندس ارقام زوايا وكلها ارقام موجبه. بص هعرفك معلومه، ان جا سالب 12 على 5 باي، الجا بتطرد السالب بره، فدي عباره عن سالب جا 12 على 5 باي. ليه بتقول لي المعلومه دي؟ دي معلومه هتفيدك ان الجا والظا بيطردوا السالب بره، انما الجتا بتاكلهم. المهم ليه بقول لك دي؟ عشان لو بصيت على اول اجابه هتلاقيها جا 12 على 5 باي، وهي المفروض سالب جا 12 على 5 باي، فدي هنستبعدها. طيب انا عرفت المعلومه دي وانت فدتني بيها، تعالى بقى نحل السؤال يا باشمهندس. حاضر تعالى نحل السؤال دلوقتي، دي كده هحلها بالزوايا، يعني هحولها ل 60. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا همسك السالب 12 على 5 في باي اللي هي 180، وهحسب الزاويه اشوف الزاويه دي بتساوي كام. تعالى يا باشمهندس، بسم الله، سالب 12 في 180 على 5 طلعت الزاويه بسالب 432. حلو، فدي زاويه مالها؟ سالبه. يبقى انا همسك السالب 432 هزود عليها 360، الشغل بتاع اول درس، زائد 360 طلعت سالب 72. فالتانية دي هستبعدها ليه؟ لان هي لو كانت صح كانت المفروض تبقى جا سالب 72 مش جا 72. حلو، فالسالب 72 دي برضه عدد سالب، فهزود عليه 360 عشان يبقى موجب، يبقى زائد 360 لقيتها 288. فانا كده حسبت المكافاه، فالمكافاه دي هي اللي في السؤال، يعني كان السؤال جاء 288. هل دي موجوده في الاجابات؟ ايوه موجوده، اللي هي ج. كان ممكن يعمل ايه تاني؟ كان ممكن ياخد ال 288 دي يحولها لدائري، مفيش مشكله. فلو حولها لدائري يعني 288 هضربها في باي واقسم على 180. فانا لو قسمت 288 على 180 تطلع 8 على 5 باي، 8 باي على 5. فخلي بالك كان ممكن تلاقيها في الاجابات ب 8 باي على 5، مفيش مشكله. المهم ان انا جبت المكافاه ليها وعلمتك ازاي بتستبعد يا باشمهندس. خلاص هل فيها مشكله؟ الموضوع سهل، تعال نشوف اللي بعده. 18 بيقول لي جتا تربيع باي على 4، على جنب كده يا باشمهندس، بسم الله، باي على 4 اللي هي 180 على 4 اللي هي 45، فدي كانها جتا 45. جتا 45 بجذر 2 على 2 وقلل الكلام ده تربيع، ناقص جا تربيع باي على 4، جا 45 برضه بجذر 2 على 2 الكل تربيع. طبعا ده عدد ناقص نفس العدد، لما بطرح حاجه من نفسها يبقى الناتج صفر. جيت بصيت على الاجابات ما لقيتش صفر، يبقى هو اكيد في حاجه عوض فيها تطلع بصفر. تعال نشوف الف. الف جتا تربيع باي، لو انت كتبت على الاله جتا 180 سالب 1، الباي دي اللي هي سالب 1،
فده عبارة عن سالب واحد لكل تربيع اللي هي بواحد، يبقى أول واحدة غلط. طب جه تربيع باي على الاتنين، باي على الاتنين يعني 180 على الاتنين اللي هي 90. طيب ما أنا عارف إن جه 90 بواحد، يبقى دي كأنها واحد تربيع بواحد، فدي برضه غلط. طب دي جتا باي اللي هي جتا 180، ما انا لسه قايلها لك ان جتا 180 بسالب واحد، يبقى دي برضه غلط، يبقى هي اكيد دي. دي جتا باي على الاثنين اللي هي جتا 90، واصلا لو عملت على الاله كوزين 90 تطلع معاك بصفر، يبقى فعلا دي اللي بتخلي لي الناتج بيساوي صفر يا باشمهندس، اللي هو الاختيار ده. السؤال 19 بيقول لي جتا باي على الاثنين، 180 على الاثنين يعني 90، فجتا 90 زي ما قلت لك بصفر، فجتا صفر اللي هي بواحد زائد، ركز معايا، جتا 3 باي على الاثنين. لو انت عايز تحسب الزاوية فهي عبارة عن 3 في 180 على الاثنين، تحسب دي 90 في 3 ب 270، يعني دي كأنها جا 270، ودي 180 على الاثنين يبقى ب 90. طب انا مش حافظ ساين 270، اكتب على الاله ساين 270 تطلع بسالب واحد في جا 90 بواحد، او اكتبها على الاله بس. فصفر في اي حاجه بصفر، وسالب واحد في موجب واحد يديني سالب واحد، يبقى الناتج في الاخير سالب واحد، يبقى اذا اجابه السؤال ده بسالب واحد اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. السؤال 20 بيقول لي جا صفر، لو عملت ساين صفر على الاله هتطلع معاك بصفر، زائد ساين 90 بواحد، زائد ساين 180 لو عملت على الآلة هتلاقيها بصفر، زائد ساين 270 اللي هي بسالب واحد، أو اتأكد كده، ساين 180 هتلاقيها بصفر، ساين 270 بسالب واحد. حلو، تعال نجمع الكلام ده. طبعا صفر وصفر مالهاش لازمة، دي واحد وسالب واحد، يعني كأنها واحد ناقص الواحد، فواحد ناقص الواحد وصفر، يبقى قيمة المقدار ده كله بكام؟ بصفر، اللي هو الاختيار ده. السؤال 21 بيقول لي 2 في جا 45 بجذر 2 على 2، في جتا 45 بجذر 2 على 2، زتا 45، طب ما تيجي نجيب ز 45، ز 45 بواحد ومقلوب الواحد بواحد، ما الزتا مقلوب هيبقى دي في كام؟ في واحد بس. ممكن نشيل الاثنين دي مع الاثنين دي، يفضل لي جذر 2 في جذر 2 ب 2 على المقام اللي هو 2، و2 على 2 فعل 1، يبقى قيمة المقدار ده بواحد. بصيت في الإجابات مفيش واحد، تعال نشوف. جتا 60، جتا 60 بنص، يبقى أول واحدة دي غلط. 2 جتا 30 يعني 2، وجتا 30 بجذر 3 على 2، الاتنين تروح مع الاتنين يعني جذر 3، فدي برضه غلط. طب هنا 2 جا باي على 6، باي على 6 يعني 180 على 6 اللي هي 30، يعني دي ب 30، ماشي. 2 في جا 30 اللي هي بنص، 2 في نص بواحد، الله هي دي الصح، هي دي، وانا عايز الناتج بواحد. طب الاخيره دي الزباي، لو كتبت على الاله تان 180 تطلع معاك بصفر، فدي برضو ايه؟ برضو دي غلط، لان انا عايز الناتج بواحد بس كده. السؤال 22 بيقول لي ظا تربيع 60، يلا ظا 60 بجذر 3 وهو قال لك الكلام ده تربيع، ناقص ظا 45 بواحد وقال لك الكلام ده برضه تربيع، القا مقلوب الجتا فعلى جنب هحسب الجتا 30، الجتا 30 بجذر 3 على الاثنين، فالقا اللي هي مقلوبها تبقى 2 على جذر 3 بس تربيع، ناقص القتا مقلوب الجا فانا هحسب الجا 45 اللي هي بجذر 2 على 2، يبقى مقلوبها هشقلب يبقى 2 على جذر 2 الكل تربيع. تعالى نحسب، جذر 3 تربيع ب 3 ناقص 1 تربيع ب 1 على، هربع البسط ب 4، جذر 3 تربيع ب 3 ناقص 2 تربيع ب 4 وجذر 2 تربيع ب 2، حلو جدا. تعالى نبسط، دي 3 ناقص 1 اللي هي 2، و4 على 2 دي اللي هي ال 2، أو ممكن أوحد مقام دول الاتنين صح، إزاي يا باشمهندس بوحدهم؟ بضرب الاتنين دول في بعض أو استعمل الآلة بقى، 3 في 2 ب 6، وهنا 2 في 4 ب 8 ناقص 12 فتطلع سالب 4. خلاص؟ أنت احسبها بالآلة مالكش دعوة بالشغل ده. يبقى الكلام ده هيساوي 2 وهقلب العلى فيه وهشقلب الكسر يبقى في 6 على سالب 4.
2 في 6 ب 12 على سالب 4 يبقى سالب 3. يبقى اذا اجابه السؤال ده بسالب 3 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د. وتعالى نشوف اللي بعده. بيقول لي اذا كان ا ب ج د مربعا، ماشي يا عم جايب له مربع، انا اخاف يعني؟ اهو ادي المربع يا عم الحاج، ماشي اسمه ا ب ج د. فبيقول لي جه تربيع زاويه ا ج د، ا ج د ايوه، يعني انت وصلت القطر ده بالظبط كده اهو، ما تزعلش. وزاويه ا ب د يبقى هو برضه وصل القطر الثاني اهو يا باشمهندس. احنا عارفين ان زاويه المربع ب 90، لما بوصل القطر بتبقى 45. يعني كل الهيصه دي، كل اللي نصف الاقطار دي ب 45. طب تعالى نكتب بقى يا باشمهندس. زاويه ا ج د ب 45، يعني دي كانها ج تربيع 45 زائد ج زاويه ا ب د برضه ب 45، يبقى دي كانها ج تربيع 45 زائد ظ زاويه ا د ب، ا د ب برضه ب 45، يعني دي ظ 45. يلا نحسب الجا 45 بجذر 2 على 2 وما انساش ان هي تربيع. طب الجا بجذر 2 على 2 وما انساش ان هي تربيع. ظا 45 بواحد. جذر 2 تربيع ب 2 و2 تربيع اللي هي المقام ب 4 زائد جذر 2 تربيع ب 2 و2 تربيع اللي هي 4 زائد الواحد. خلي بالك 2 على 4 اللي هي نص، و2 على 4 اللي هي نص زائد الواحد. نص ونص واحد، وكمان واحد يبقى اتنين. يبقى اذا الاجابه بتاعتي باتنين اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 24 بيقول لي ا ب ج مثلث متساوي الساقين زاويه ا ب 120، يعني ده مثلث منفرج الزاويه وليكن شكله كده. خلاص حلو قوي، ادي زاويه ا ب 120 وقال لي ان هو متساوي الساقين، ادي ب وادي ج. لو في 120 يبقى فاضل 60، يتقسموا لزاويتين متساويتين، يبقى دي 30 ودي 30. حلو، بيقول لي جا ب، ما هي زاويه ب ب 30، يعني كان بيقول لك جا 30 زائد جا تربيع ج، ما هي زاويه ج برضه ب 30. بس كده تعالى نحسب الكلام ده. جا 30 بنص، جتا 30 بجذر 3 على 2، بس الكلام ده هيبقى تربيع، يبقى ده نص زائد جذر 3 تربيع ب 3 و2 تربيع ب 4. تعالى نشوف الناتج، هوحد المقام، طبعا ممكن اوحده ب 8 او ممكن اوحده ب 4 مفيش مشكله. يعني دي كانها لو ضربت هنا في 2 وهنا في 2 خلاص، فدي كانها بالظبط 2 على 4. عشان ايه؟ لو انت عايز يعني تعملها، فدي كانها 2 على 4 زائد 3 على 4. طبعا الاله هتخلصك من القصه دي، فالمقام ب 4 و2 و3 5. 5 على 4 يعني 1 وربع. خلاص؟ ف1 ونص 1 وثلثين 1 وربع اهي. يبقى الاجابه بتاعتي 5 على 4 اللي هي 1 وربع. السؤال 25 بيقول لي اذا كان ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ب. طيب تعالى نرسم مثلث قائم. وليكن كده يا عم. حلو جدا. المثلث ده ا ب ج لانه قائم في ب. قياس زاويه ا قد ج مرتين. بص معايا، لو دي ب 90 فا و ج ب 90. عشان تبقى ا قد ج مرتين اكيد ان ج ب 30 ودي ب 60. طب انا ما بحبش اعملها كده، ايه المشكله؟ تعال زاوية أ قد ج مرتين، لو أنا فرضت إن زاوية ج دي بس يبقى أ 2 س. حلو، طب اللي أنا متأكد إن زاوية أ زائد زاوية ج بكام؟ ما هو ب 90. الأ اللي هي 2 س زائد الج اللي هي س بيساوي 90، يعني 3 س ب 90 هقسم على 3 يبقى الس ب 30. طب ما هي الأ 2 س يبقى 2 في 30 ب 60، والجيم اللي هي س ب 30. خلاص الموضوع سهل يعني. فبيقول لي القا الف، القا مقلوب مين؟ مقلوب الجتا. فانت على جنب كده هات لي جتا الف، يعني جتا 60، وجتا 60 بنص،
القا بقى مقلوبها، فمقلوب النص 2 حلو، زائد ق ج، يبقى احسب لي مين؟ احسب لي الجا ج، ج ب 30 يعني جا 30، فجا 30 برضه بنص، فالقطع هي مقلوبها ومقلوب النص ب 2، يبقى 2 زائد 2 ب 4، يبقى اذا قيمه المقدار ده ب 4 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. السؤال بعد كده رقم 26 بيقول لي اذا كانت ثيتا زاويه بتنتمي ما بين الصفر وباي على الاثنين اللي هي 180 على 2 ب 90، وبيقول لي ان قيمه الجتا ب 3 على 5، فان قتا ثيتا في الجا ثيتا ناقص الظرف القطع. بحب دايما قبل ما احل بدل ما اجيب قيم كتير اشوف لو المساله ينفع تتبسط. القتا دي مقلوب الجا، فانا عارف ان هي عباره عن 1 على جا ثيتا، الكلام ده مقلوب في الجا ثيتا، حلو جدا، ناقص الظا ثيتا اللي هي عبارة عن جا ثيتا على الجتا ثيتا، مضروبة في القتا، القتا اللي هي 1 على الجا ثيتا، خلاص؟ ما عملتش أي حاجة أنا فكيت. فبص الفك سهولته في إيه؟ الجا هتروح مع الجا، فيفضل هنا 1 في 1 ب 1، ناقص هنا الجا هتروح مع الجا، فيفضل 1 على الجتا ثيتا. فمن هنا من غير ما ارسم مثلث او اعمل اي حاجه بقت مساله في مجهول واحد اللي هو جتا ثيتا، فده عباره عن 1 ناقص. في واحد ذكي هيقول لي 1 على جتا اللي هو الجزء ده كده اللي هو مين؟ اللي هو القا، والقا مقلوب الجتا فمقلوبها هيبقى 5 على 3 على طول. واحد تاني هيقول لي انا هعوض، فدي 1 على والجتا اللي هي 3 على 5، وبعد كده هيقول لي 1 ناقص مقام المقام بس، فيبقى 5 على 3. يبقى انت يا اما عارف ان هي مقلوبها يا اما انت هتعوض تعويض مباشر او تحسبها بالآلة. طبعا الواحد ده ممكن تخليه 3 على 3 ناقص 5 على 3، فادي نفس المقام اللي هو 3 و3 ناقص 5 سالب 2، يبقى دي سالب 2 على الثلاثة اللي هو الاختيار ده من غير ما نرسم مثلث، مجرد ان انا فكيت وصلت للشكل السهل والجميل ده. 27 بيقول لي اذا كانت الجا ثيتا بسالب 24 على 25، حيث الثيتا ما بين 3 باي على 2 اللي هي 270 و2 باي اللي هي 360، فده معناه ان انت ربع رابع. هنا ممكن اعمل ايه؟ في كذا طريقه لحل السؤال. ممكن اجيب الجا والجتا والجا واعوض، او ممكن اوزع البسط على المقام. بس هنا انا مضطر اجيب الجتا، يبقى انا هنا مضطر ان انا ارسم المثلث. طبعا المثلث ده هيترسم فين؟ في الربع الرابع. طبعا المثلث بيترسم في الربع الرابع كده، كلام جميل جدا. ده المثلث بتاع مين؟ بتاع الثيتا. طبعا دي ب 90، الجا عباره عن ايه؟ عباره عن مقابل ب 24 والوتر اللي هو 25، ما بحطش الاشارات دلوقتي خالص، هفهمك بنعمل ايه في الاشارات. اول حاجه هجيب الضلع ده من فيثاغورس. طبعا الضلع ده عباره عن ضلع عادي، فعشان اجيبه بيبقى عباره عن جذر الوتر اللي هو 25 تربيع ناقص الضلع 24 ايه؟ تربيع. اهو بسم الله، جذر 25 تربيع ناقص 24 تربيع طلع ب7، يبقى الضلع ده ب7. بعد كده الاشارات بحطها ازاي؟ ده السينات الموجب، فدي هتفضل 7، والوتر دايما بيبقى موجب. طيب الضلع ده كانه بيوازي الضلع ده، مش ده محور الصادات السالب؟ اه، يبقى الاشاره هنا لازم تبقى سالب. يا باشمهندس ما هي مظبوطه، لا في بعض المسائل هتلاقي ان الظا موجب مع ان الاشارتين سالب، انت لو مشيت بالقاعده دي باذن الله مسالتك صح. ايه بقى الحلين اللي انت قلت لي عليهم؟ قلت لك الحل السهل ممكن اوزع البسط على المقام. تعال اعمل لك الاثنين. اول حل هو الجا ثيتا اللي هي سالب 24 على 25 زائد الجتا، الجتا اللي هي مجاور على وتر، ف7 على 25 على الجا اللي هو سالب 24 على 25. بص معايا، ادي ال 25 وسالب 24 وموجب 7 سالب 17، وهنا سالب 24 على 25، هشيل ال 25 مع ال 25 والسالب يروح مع السالب، فيفضل لك 17 على 24 اللي هي الاختيار الف. الطريقة التانية، بص هوزع البسط على المقام، جا على، ما وزعش البسط على المقام الا لما يكون المقام في حاجة واحدة، جا على الجا يديني 1 زائد جتا على جا يديني الظطا ثيتا، يبقى كأن المسألة عبارة عن 1 زائد
الزتا سيتا، الزتا مقلوب الظا. لو انت على جنب حسبت لي الظا، فتقول لي الظا عباره عن مقابل على مجاور، يعني سالب 24 على 7، يبقى مقلوبها هو سالب 7 على 24. الواحد ده ممكن نكتبه 24 على 24 وموجب في سالب بسالب على ال 24، فنفس المقام 24 و24 ناقص 7 اللي هي 17. شفت الحل ده رخم بس في شكله، انما ده حل سهل وبسيط اهو. المهم الاثنين هيوصلوك لنفس الناتج 17 على ال 24. السؤال 28 بيقول لي السين ما بين الصفر و90 يعني ربع اول، وكانت الجتا سين تساوي، تعال نعوض، بسم الله. ادي الجتا سين بتساوي جا 60 بجذر 3 على 2 على جا 90 اللي هي بواحد ناقص جا 0 اللي هي بصفر وجا 45 بجذر 2 على 2. حاجه على واحد تديك نفسها اللي هي جذر 3 على 2، وصفر على اي عدد ما عدا الصفر بصفر. يبقى انت كده وصلت ان الجتا س بتساوي الكلام ده، يبقى الجتا س بتساوي جذر 3 على 2 ناقص صفر بجذر 3 على 2. الزاويه اللي الجتا بتاعتها بجذر 3 على 2 طبعا هي الزاويه 30 درجه. يبقى هتعمل شيفت كوزاين، او انت عارف ان هي 30، يعني الاختيار الف هو الاختيار الصح. 29 بيقول لي اذا كانت السيتا ما بين الباي على الاثنين اللي هي 90 والباي اللي هي 180 يعني ربع تاني، والجا سيتا بكذا، فان قيمه المقدار العجيب ده، قلت لك دايما بحب ابسط، تعالى ادي الجذر وتعالى نشوف اللي تحتيه. القتا اللي هي واحد على جا مضروبه في الجا صح ناقص. في واحد ذكي هيقول لي دالك مقلوبها بواحد وظا دالك مقلوبها بواحد، بس انا ماشي معاك واحده واحده. خلاص الظا هتبقى عباره عن جا على جتا، في الظطا اللي هي عباره عن جتا على جا زائد جتا تربيع سيتا. بص بقى اللي هيحصل، الجا هتروح مع الجا فيفضل لك واحد، هنا الجا هتروح مع الجا والجتا مع الجتا فيفضل لك سالب واحد زائد جتا تربيع سيتا. طبعا واحد ناقص واحد بصفر، يعني هيفضل لك جذر جتا تربيع سيتا. الجذر بيشيل لك الاس، بس عشان تحمي نفسك فتحط لي القيمه المطلقه لجتا سيتا، لان اعتبر ان هي متغير فانا بحمي نفسي بالقيمه المطلقه. يبقى الاجابه بتاعتي عباره عن القيمه المطلقه لجتا سيتا. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طيب كده كده كل الاجابات موجب، ومضطر اجيب الجتا لان انا مش معايا الجا. طب سهله، عشان عرفت ان انا موجود في الربع الثاني. ايوه يعني المثلث بتاعي في الربع الثاني اهو يا باشمهندس. يلا هنسمي الزاويه دي ايه؟ سيتا. طبعا دي 90، انا معايا الجا، الجا عباره عن مقابل ب 12 على دي ب 13. من فيثاغورس احسب الضلع ده، يبقى جذر 13 تربيع ناقص 12 تربيع تطلع معاك بخمسه، يبقى دي بخمسه. حط الاشارات، الوتر دايما موجب وال 12 قصاد الصاد الموجب، انما الخمسه دي على السين السالب يبقى لازم الاشاره دي سالب، دي مهمه قوي. طيب القيمه المطلقه لجتا سيتا اللي هي عباره عن ايه؟ الجتا مجاور على وتر، يبقى سالب 5 على 13. القيمه المطلقه فعلا هتخليها 5 على 13، يبقى الاجابه بتاعتي 5 على 13. طب انا لو انا مش عارف حته القيمه المطلقه، هيبقى معايا الجذر اهو سالب 5 على 13 الكل تربيع، يعني جذر 25 على 169، ما انا بربع الاول فيديني 5 على 13، الاثنين صح، ولكن دي مهمه. يبقى في متغير طلعوا قيمه مطلقه. فبدل ما كنت احسب الهصه الكبيره دي، خلاص انا لخصتها ان المساله بتاعتي هي القيمه المطلقه لجتا سيتا. السؤال 20 او 30 بيقول لي اذا كان الضلع النهائي لزاويه في الوضع القياسي بيقطع دايره الوحده في نقطه ا في الربع الرابع. الربع الرابع ده اللي هو اشاراته السين بتبقى موجب والصاد بتبقى سالب. حلو جدا. قال لك اذا كان الاحداثي السيني للنقطه ا ب 5 على 13 فعلا بموجب، فان الالف عباره عن ايه؟ اتفقت معاك ان الصاد لازم تبقى بسالب. فطبعا اول واحده هنا الصاد سالبه، هنا الصاد موجبه فدي غلط، وهنا الصاد موجبه فدي غلط. يبقى خلاص يا باشمهندس انا اجابتي يا اما الاولى يا اما الاخيره. طب الاخيره يا باشمهندس والاولى اعرف منهم ازاي؟ مفيش اسهل من كده.
المثلث الجميل اللذيذ بتاعك انت عرفت ان انت في الربع ايه؟ الربع الرابع. او يا باشمهندس صح؟ كلام جميل جدا. طبعا دي مين؟ دي السيتا. ودي مين؟ دي التسعين. انت الوقت معاك مين؟ قال لك الاحداث السيني. طيب مش احنا عارفين ان اي زوج مرتب هو عباره عن جتا وجه؟ كلام جميل جدا. طيب الاحداث السيني اللي هو مين؟ اكيد ده السين وده الصاد. فهو انت الوقت معاك الاحداث السيني ب5 على 13، يعني كانك معاك مين؟ كانك معاك الجتا ب5 على 13. كلام جميل جدا. فالجتا عباره عن مجاور ب5 والوتر ب13، من فيثاغورس يبقى جذر 13 تربيع ناقص 5 تربيع ب12. بس ال 12 دي قصاد صاد السالب، يبقى لازم الاشاره هنا سالب. حلو قوي. انت عايز مني مين يا باشمهندس؟ انا عايز الجا. فالجا عباره عن مقابل على وتر، يعني سالب 12 على 13. يبقى الاجابه بتاعتي الصح هي الاولى. وخلي بالك ان دايما دايما الارقام اللي بتبقى موجوده بتحقق نظريه فيثاغورس. ف5 12 13 بتحقق، 5 8 13 ما بتحققش. وصلت؟ يعني كان ممكن استبعد دي، ولكن انا بشرحها لك جت منين يا باشمهندس. اللي بعده 31 بيقول لي اذا كانت سيتا قياس زاويه في الوضع القياسي وضلعان يعني يقطع دايره الوحده في القيمه دي او النقطه دي. النقطه دي اللي هي عباره عن نص وساط. طيب حلو جدا. الكلام ده عباره عن جتا وجا. فبيقول لي فان الجا سيتا، مفيش اسهل من كده. وخلي بالك هو قال لك الصاد اكبر من الصفر. مبدئيا انا السين ايه؟ موجب. والصاد لو اكبر من الصفر يبقى موجب، فموجب وموجب يبقى انت ربع اول. حلو. طب انا معايا مين؟ معايا جتا سيتا بتساوي نص، يبقى المعلومه اللي معايا هي الجتا سيتا بتساوي نص. ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص يا باشمهندس؟ جدع، ده هي 60، فعرفت الزاويه 60. طب ما هي جا نفس الزاويه، ما انا عايز الجا سيتا. يعني جا 60، فجا 60 بجذر 3 على 2، يبقى اذا الاجابه بتاعتي بجذر 3 على 2. باشمهندس هي فايده ايه ان هو يقول لي الصاد اكبر من الصفر؟ ده هناخدها في درس الزوايا المنتسبه. هتلاقي ان الجتا بتساوي نص عند ال 60 وعند ال 300. فانا لو جيت حسبت جا 300، ما دي 300 دي في الرابع. فالرابع يعني الصاد سالبه، فساعتها هتبقى لو عملت ساين 300 هتلاقيها بسالب جذر 3 على 2. فدي فايده ان هو يقول لي الصاد اكبر من الصفر. يبقى المعلومه دي هنعرفها الدرس اللي جاي، ولازم تركز فيها عشان هنربط الدرسين ببعض بعد كده. خلاص، بس خلينا على قد الدرس دلوقتي. 32 بيقول لي اذا كان الضلع النهائي لزاويه موجهه في وضعها القياسي بيقطع دايره الوحده في النقطه سالب س وس، حيث س اقل من الصفر. س اقل من الصفر يعني عدد سالب. طيب ركز معايا كده، هي النقطه عباره عن ايه؟ عباره عن سالب س وس، وبيقول لك ان السين ده عدد سالب. تزعل مني لو انا افترضت السين ده باي رقم؟ او واحد تاني تقول هتفرض نفسها، مش السين دي سالب يا باشمهندس؟ اهي دي سالب في سالب، فتديني موجب من غير ما نفرض ارقام، ودي سالب. جدع. طب موجب وسالب، هي امتى السين بتبقى موجب والصاد سالب؟ مش الكلام ده في الربع مين؟ الربع الرابع. دي معلومات كتير كلها انا عرفتها. حلو قوي. فبيقول لي حيث س اقل من الصفر فان ج بهذه الزاويه، يعني هو عايز الجا سيتا. ما انا لسه قايل لك اشاراتك موجب وسالب، واي زوج مرتب هو عباره عن جتا وجا. فانت طالما يا باشمهندس عايز الجا، عايز الجا، فالجا لازم تبقى سالبه. لو جيت بصيت على الاجابات نص واحد جذر كله موجب ما عدا الاخيره بنت اللذينه دي اللي هي بالنسبه لي سالب واحد على جذر 2 هي السالب. طبعا هي ليها طريقه تانية، بس انا بحب الطريقه دي لانها سهله. الطريقه التانية، الطريقه التانية ان انت بتعمل س تربيع زائد ص تربيع بيساوي واحد. طبعا انت عندك الس بسالب س، وعندك الصاد اسمها س بيساوي واحد. سالب س تربيع بس تربيع زائد س تربيع يبقى 2 س تربيع بيساوي واحد. هتقسم على الاثنين اللي هتطير، يبقى الس تربيع بيساوي نص. تاخد جذر هنا وجذر هنا، الجذر يشيل لك الاس، فيطلع لك ان س بيساوي المفروض موجب وسالب جذر الواحد بواحد، وادي جذر 2. خلاص، بس هو قال لي السين اقل من الصفر، يبقى السين بتساوي سالب واحد على جذر 2.
السين دي اللي هي مين؟ اللي هي الثاني اللي هي الجا بسالب واحد على جذر اثنين. ولكن انا بحب الطريقه السريعه اللي انا شرحتها لك في الاول. السؤال 33، الضلع النهائي للزاويه التي قياسها 30 في الوضع القياسي بيقطع دايره التي مركزها نقطه الاصل وطول نص قطرها 6 في النقطه كام وكام؟ طب ما تيجي نشوف. تعالى يا باشمهندس، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا معايا المحاور دي كده، وتعالى نرسم دايره كده، وركز بقى. بيقول لك ان في زاويه انت دلوقتي المركز نقطه مين؟ نقطه الاصل. قال لك الضلع النهائي للزاويه التي قياسها 30 في الدايره اللي نص قطرها 6، يعني دي نص قطرها 6 ومعاك يا باشمهندس زاويه قياسها 30. فلو اعتبرنا ان هي دي كده فلازم ننزل كده، صح؟ حلو. فدلوقتي بيقول لك ان الضلع النهائي للزاويه التي قياسها 30 اهي، طبعا دي 90 يبقى دي 60. فبيقول لي الضلع النهائي للدايره دي، الضلع النهائي للزاويه دي في وضعها القياسي بيقطع وطول نص قطرها 6 في النقطه كام وكام؟ ركز معايا. هو بيقطع هنا. هتقول لي هي المفروض يا باشمهندس الدايره دي طول نص قطرها 6، يعني دي اصلا مش دايره وحده. اقول لك كلام جميل. طب انا بالنسبه لي يا باشمهندس نص القطر اللي هو 6 ده هتعامل معاه ان هو بتاع الدايره ولا يا باشمهندس ده؟ لا، اللي تحت ده مش 6، ده انا خدت الجزء منه، انما اللي اقدر اقول عليه 6 الكلام الجميل اللي فوق ده، صح؟ مش من هنا لهنا بيديني 6. ايوه، فخلي بالك دي ملحوظه مهمه قوي. فلو انا جيت طلعت المثلث ده بره يا باشمهندس، اللي هو المثلث الجميل ده كده، بص معايا اهو، ده المثلث اللي جوه. الزاويه دي ب 90 ودي ب 30 ودي ب 60 ودي ب 6. تعال نحلها سريعا. طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر، فلو الوتر ب 6 يبقى الضلع ده ب 3، وطول الضلع المقابل للزاويه 60 نص الوتر اللي هو 3 وبحط لها جذر 3. يا طول الضلع المقابل للزاويه 60 نص الوتر جذر 3. كلام جميل جدا. فده معناه ان عشان اوصل للنقطه دي اللي هي النقطه دي مشيت من هنا وطلعت هنا، يعني مشيت المسافه دي وطلعت دي، فانا مشيت على السين 3 جذر 3 وطلعت 3. يبقى هي بالنسبه لي يا باشمهندس الضلع النهائي بيعدي ب 3 جذر 3 و3. ده سؤال جميل جدا. تاني، نص القطر خدته اللي هو الوتر، ما ينفعش اخد دي لان انا لحد هنا انا مش عارف المسافه دي كام، انما متاكد من المسافه دي ان هي ب 6. حلو، انا عايز النقطه دي، فعشان اوصل للنقطه دي مشيت على السين المسافه دي اللي هي دي وطلعت كده اللي هي المسافه دي، يبقى فعلا 3 جذر 3 و3. وده سؤال مهم جدا جدا. 34 بيقول لي جيب الزاويه الموجهه سيتا التي في الوضع القياسي بيقطع الضلع النهائي داله الوحده في النقطه 1 و0. ايه الكلام الجميل ده؟ تعال انا دلوقتي لو معايا المحاور بالشكل ده كده، وزي ما قلت لك معايا دايره وحده وليكن كده، قال لك ان الضلع النهائي في دايره الوحده جاي هنا، ما النقطه دي اللي هي كام؟ 1 و0. فده معناه ايه؟ ده معناه ان الاول ده هو الجتا والتاني هو الجا. يعني هنا يا باشمهندس ما هو الواحد والصفر ده عباره عن جتا سيتا وجا سيتا، صح؟ فده معناه ان الجتا سيتا هي اللي بواحد والجا سيتا بيساوي صفر. فهو بيقول لي جيب الزاويه، ما هو الجيب اللي هو الجا، فانا كده عرفت معلومه ان الجا سيتا بيساوي صفر. حلو قوي. يبقى جيب الزاويه الموجهه سيتا في الوضع القياسي بيقطع ضلع النهائي دايره الوحده في النقطه 1 و0 اللي احنا جبناه الجا سيتا بيساوي صفر. قال لك ان الكلام ده بيساوي، يعني الجا سيتا اللي انت حسبتها قال لك بتساوي جيب تمام، يعني جت الزاويه الف، ادي الف في الوضع القياسي والذي ضلعها النهائي بيقطع دايره الوحده في النقطه ايه؟ ايه الكلام الجميل ده؟ مش انا لسه جايب ان الجا بصفر، يعني الطرف اليمين ده بصفر، فكده كده لازم ان الجتا الفا تبقى بصفر. طب ما هو الزوج المرتب بتاع الفا عباره عن ايه؟ الاول بيبقى الجتا فجتا الفا، والتاني بيبقى الجا فجا الفا. اللي انا متاكد منه ان جتا الفا دي بكام؟ بصفر. يبقى انا هدور على زوج مرتب السين بتاعته بصفر. لازم السين بتاعته بصفر. فانا بالنسبه لي هنا السين بنص غلط، هنا السين بسالب واحد غلط، هنا السين بصفر هي دي،
وهنا السين وسالب واحد على جذر 2 طبعا ده غلط، يبقى فعلا هي دي. خلي بالك في دايره الوحده لو انت معاك صفر بيبقى الرقم الثاني واحد او سالب واحد. وصلت؟ وصل. هتقول لي طب السالب واحد ده جه منين؟ هقول لك ان الجاز ثيتا بتساوي صفر عند قيمتين، هم عند الصفر وعند ال 180. طيب هو قال لك ان الكلام ده بيساوي جتا الفا، الفا دي انا مش عارفها، مش عارف الزاويه، بس انا عارف ان صفر وسالب واحد دي موجوده هنا صح؟ يعني السالب واحد ده موجود عند 270، لو جبت الاله وعملت كوزاين 270 هتطلع معاك بصفر. تقول لي يا باشمهندس ده غلط بقى، يبقى هي مش صفر وسالب واحد. هقول لك ما انت عندك يا باشمهندس الجتا الفا بتساوي صفر عند حالتين. كل ده هتفهمه الدرس اللي جاي ان شاء الله. عند ال 270 اللي قلت لك عليها، وعندي يا باشمهندس بالنسبه لي ايه، سوري احنا مش الجتا بقى، احنا لخبطنا خالص على فكره. انا بالنسبه لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم دي الجتا، دي الجتا. فالجتا دي مش بصفر وسالب واحد بقى، هنا بسالب واحد وصفر. لان الجتا هي الاول، ما انا عايز الجتا يساوي سالب واحد. وصلت؟ فالجتا هنا عند ال 180، فلو انا مسكت الاله وقمت عامل كوزاين 180 هلاقي فعلا الناتج بسالب واحد، يبقى هي طلعت معايا الكلام ده. خلاص؟ انا مش بدور على صفر وسالب واحد، ده دي النقطه. انما هي قيمه الجتا جايه منين؟ عند السالب واحد، او اعملها بالطريقه اللي انا قلتها لك في الاول دي، ان انا بدور على الزوج المرتب اللي الجتا الفا بتاعته بصفر، يعني الزوج المرتب اللي السين بتاعته بصفر، بس كده. السؤال 35 بيقول لي جي بالزاويه الرباعيه عباره عن ايه؟ طبعا الزاويه الرباعيه احنا عارفينها اللي هي عباره عن صفر ب90 و180 و360 وهكذا، صح؟ اهي الزاويه الرباعيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا باجي هنا عند الصفر، باجي هنا عند ال 90، وباجي هنا عند ال 180، وباجي هنا عند ال 270. لو انا عايز احلها بدايره الوحده فالنقطه دي عباره عن كام؟ طبعا 1 و0. وهنا ال 90 دي عباره عن كام؟ 0 و1. طب وال 180 سالب 1 و0. طب دي عباره عن كام يا باشمهندس؟ عباره عن 0 وسالب 1. حلو جدا. هو بيقول لي جيب يعني الجا، فخلي بالك ان الجا هي الصاد صح؟ مش اي زوج مرتب، هو عباره عن الجتا والجا. فالجا دي هي الصاد، فهتلاقي هنا الصاد بصفر، وهنا بواحد، وهنا بصفر، وهنا بسالب واحد. تاني كده طلعت مره بصفر، ومره بواحد، ومره بصفر، ومره بسالب واحد. لو انا عايز اعمل بقى قوس مجموعه، طبعا الصفر اكتبه مره واحده، وواحد وسالب واحد، يبقى صفر وواحد وسالب واحد اللي هي دي. او حل تاني، احنا قلنا الزاويه الرباعيه 0 90 180 270، فهتحسب لي الجا 0 تطلع بصفر، الجا 90 تطلع بواحد، الجا 180 بسالب واحد، الجا 270 تطلع بصفر، فتاخد الارقام 0 1 سالب واحد وهكذا. الطريقتين صح. 36 بيقول لي النسب المثلثيه الاتيه كلها نفس الزاويه اللي قياسها ثيتا وتقع في الربع الثالث ما عدا ايه؟ طيب تعالى نفتكر ان الربع الثالث اشاراته عباره عن سالب وسالب، زي ما اتفقت معاك ان اي زوج مرتب عباره عن الجتا والجا. فانا متاكد اكيد اكيد مليون في الميه ان الجتا ومقلوبها اللي هو القا عدد سالب شبه السؤال اللي احنا حليناه، واكيد ان الجا ومقلوبها اللي هو القتا عدد سالب، انما الظا ومقلوبها اللي هو الظتا عدد موجب. مش معنى لان سالب على سالب يديني موجب، ده لو بحسب الجا على الجتا اللي هي الظا، طب لو قلت جتا على جا اللي هي ظتا سالب على سالب برضه موجب. طب فبيقول لي الجا ثيتا بسالب 3 على جذر 10، ما هي الجا سالبه فدي صح، والقا سالبه فدي صح، الظتا موجبه فدي صح، القتا بقول لك القتا سالبه، ينفع ان القتا تبقى موجبه؟ لا، يبقى دي بالنسبه لي غلط. يبقى فعلا كل دي زوايا نفس الزاويه ما عدا مين؟ ما عدا الاختيار د اللي هو قطع. السؤال 37 بيقول لي جا س زائد جتا ص بيساوي 2، حيث س وص من 0 ل 2 باي، فان س زائد ص. بص المعادله الجميله اللي قدامك دي جا س زائد جتا ص بتساوي 2، عمرها 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 ما هتحصل الا لما الجا تساوي 1 والجتا تساوي 1. باشمهندس انت بتقول اي كلام، ما يمكن دي يا باشمهندس 1.5 زائد نص، واحد تاني يقول لي لا ده بص دي عباره عن ربع زائد 1.75%. طب استهدى بالله، مش انا قلت لك ان الجا
سيتا والجتا سيتا دايما بينتموا من سالب واحد لواحد. يعني اقصى قيمه يوصلوا لها الواحد. فهل ينفع اقول الجاب واحد ونص؟ لا. طب ينفع اقول ان الجتا بواحد و75%؟ لا. تصدق عندك حق يا باشمهندس. وبرضه على فكره في الاعداد السالبه، يعني مثلا لو قلت واحد ذكي يقول لي دي سالب واحد زائد ثلاثه، ما هي باتنين. ما السالب واحد تنفع للجاب، بس هل ينفع الجتا بثلاثه؟ هي اخرها واحد، فدي برضه غلط. وصلت؟ يبقى دي عمرها ما هتحصل الا الجاب بواحد والجتا بواحد. فخلاص انا كده عرفت ان جا س لازم تساوي واحد، وعرفت ان الجتا ص لازم تساوي واحد. طب الجاب تساوي واحد امتى؟ هتلاقيها عند 90. لو عملت شيفت ساين واحد تطلع الزاويه 90. طب الجتا بتساوي واحد امتى؟ والله يا باشمهندس الجتا بتساوي واحد لو انت جبت الاله كده وعملت شيفت كوزاين صفر تطلع عند 90. ايه سوري، الجتا بتساوي واحد، شيفت كوزاين واحد هتلاقيها عند الصفر. يا باشمهندس ما انا ممكن لو عملت كوزاين 180 تطلع بسالب واحد. خلاص يبقى انت ما فيش عندك الا مين؟ مش عندك الا الصفر. يبقى انا كده عرفت ان الصاد بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب هو عايز مني س زائد ص، يعني 90 زائد صفر اللي هي بكام؟ اللي هي ب 90. يبقى انا كده عرفت ان اكيد س زائد ص ب 90 درجه. طب فين 90 في الاجابات؟ طبعا 2 غلط، 1 غلط، دي باي على الاثنين، 180 على الاثنين ب 90، يبقى هي ده الصح. طبعا دي برضو غلط، يبقى فعلا الاجابه بتاعتي هي 90 اللي هي باي على الاثنين. السؤال 38 بيقول لي اذا كان المستقيم اللي معادلته ص بتساوي 3 ارباع س زائد 1 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها سيتا. هنا بربط لك بثالثه اعدادي. كان عندي في ثالثه اعدادي ص بتساوي م س زائد الج. كان الميم ده هو الميل، والميل ده كان بيساوي ظا سيتا، حيث سيتا هي الزاويه الموجبه اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يعني ده معناه ان معامل السين ده هو الميل، يعني الميل بيساوي 3 ارباع اللي هو في نفس الوقت بيساوي ظا سيتا. يبقى انا كده في السؤال عرفت ان ظا سيتا بيساوي 3 ارباع. وخلي بالك ان الميل هنا موجب، فطالما الميل موجب او الظا موجب فانت هنا في الربع الاول، يعني انت لما تيجي ترسم مثلث انت موجود في الربع الاول. وصلت؟ وصلت. فادي هنرسم مثلث بسيط خالص اهو في الربع ايه؟ الربع الاول. فانا بالنسبه لي ادي السيتا، يلا الظا مقابل بثلاثه مجاور باربعه من فيثاغورس بخمسه، دي قصاد الموجب، دي على الموجب، الوتر دايما موجب. بس هو عايز مني مين؟ عايز الجا سيتا. الجا مقابل على وتر 3 على 5 بس، يبقى الاجابه بتاعتي 3 على 5 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. السؤال 39 ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ا و ا د عمودي على باء ج. طيب ده كده بيفكرني شويه بمثلث اقليدس. بص اهو ده مثلث قائم الزاويه في ا، وتعالى نسمي ده ب ودي ج، وادي الزاويه كام؟ 90. وقال لك ا د عمودي على ب ج، يعني ده برضه عمود. طالما طلع من الزاويه 90 عمود على الوتر فده اقليدس. بيقول لي ان الالف د اللي جوه ده ب 6، فبيقول لي اذا كان زطا ب زائد زطا ج الاثنين دول كده عباره عن 5 على 2 فهنا باء ج. دي مساله هربانه من ثالثه اعدادي، كان في سؤال في المقاله في ثالثه اعدادي شبه دي، سهله خالص وبسيطه. الفكره ان انت هتجيب لي زطا باء من المثلث اللي على اليمين ده، المثلث ده، وهتجيب لي زطا ج من المثلث اللي على الشمال ده مش من المثلث الكبير، خلاص؟ لانه عايز يوصل للب ج. وصلت؟ وصلت. هسالك سؤال او تعالى نكتبه هنا، الظا باء بتساوي ايه؟ الظا باء عباره عن مقابل على مجاور، يعني بتساوي الالف د على المجاور اللي هو ب د. طب تعالى نجيب الظا ج من المثلث اللي على الشمال، الظا مقابل برضه اللي هو الالف د على مجاور اللي هو ده الج. طب تعالى نشوف العلاقه بقى. العلاقه هي زطا ب يعني مقلوب الظا، يبقى هي ب د على الف د زائد الزطا ج هي مقلوب الظا، فهي عباره عن د ج على الف د، الكلام ده بيساوي 5 على 2. طيب ده نفس المقام اللي هو الف د، وهجمع البسط ب د زائد د ج هيساوي 5 على 2. هسألك سؤال وبأمانة، لو جمعت الباء د
وده الجيم مش يدي لي الباقي جيم كلها على بعض. اه يبقى دي عباره عن باقي جيم على الالف دال. ما انا عارف ان الالف دال بكام؟ بست. يبقى ده بست، مش الكلام ده بيساوي 5 على 2؟ شكرا. يبقى اذا ال ب ج مضرب مقص ده في ده على ده، 5 في 6 ب 30، على 2 فال 15. يبقى اذا الباقي ج بكام؟ ب 15، اللي هو الاختيار د. سؤال جميل جدا جدا. اللي بعده 40 بيقول لي اذا كانت هاء قياس زاويه موجهه في الوضع القياسي لها ذراعها النهائي بيقطع دائره الوحده في النقطه س وص، حيث س هي اقل من الصفر. طب تعال ادي السين ادي الساق، السين اقل من الصفر يعني دي سالب، وطبعا زي ما اتفقنا ان اي زوج مرتب عباره عن جتا وجتا. بس ركز معايا كده، هو بيقول لك السين اقل من الصفر خلاص، جاء قايل لي معلومه خطيره ان الظا عباره عن سالب 3 ارباع، وانا عارف ان الظا هي طبعا الزاويه هنا هاء، يعني انت لو بتتكلم في الاصح المفروض يا باش مهندس ان دي بالنسبه لي اسميها هاء، يعني دي جتا هاء ودي جا هاء، ماشي؟ فالظا هاء عباره عن ايه؟ عباره عن جا هاء على جتا هاء، والجتا اللي انا متاكد منه ان هي سالب، وقال لك الناتج في الاخير سالب 3 ارباع. بص لو الجا دي سالب فتبقى سالب على سالب بموجب، يبقى لازم ان البسط اللي هو الجا ده يبقى موجب، لازم، عشان موجب على سالب يديني سالب، يبقى انا كده تاكدت ان الصاد موجب او الجا موجب. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. يعني انا كده عرفت خلاص ان السين سالب وان الصاد موجب، عشان اما اقسم صاد على سين عشان اجيب الظا يبقى موجب على السالب فيها السالب. طبعا السين سالب الصاد موجب ده في الربع الثاني. خلاص؟ المسألة خلصت؟ قول والله؟ اه. مش انا الوقت عرفت ان انا في الربع الثاني؟ ايوه يا باشمهندس. فانا دلوقتي لو رسمت مثلث صغير في الربع الثاني بالشكل ده كده اهو، المثلث ده بتاع الزاويه هاء، الظا عباره عن مقابل بثلاثه مجاور باربعه منفصل قوس دي بخمسه، الاشارات الثلاثه دي قصاد الموجب فتفضل موجب، انما الاربعه دي على السالب يبقى سالب اربعه، وفعلا الظا هي ثلاثه على سالب اربعه بس بطلع السالب فوق. حلو جدا. فهو الوقت عايز س زائد ص، س زائد ص، السين اللي هي الجتا يعني كانه عايز جتا هاء، زائد الصاد اللي هي عباره عن جا هاء بس. يلا الجتا هاء اللي هي مجاور على وتر يعني سالب 4 على 5، زائد الصاد اللي هي جا هاء مقابل على وتر 3 على 5، نفس المقام اللي هو 5 وسالب 4 و3 سالب 1، يبقى اذا الاجابه سالب 1 على 5 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ألف. السؤال 41 اشاره الداله د حيث د س اللي هي عباره عن ق، خلي بالك انا عارف ان الق س هي مقلوب الجتا او هي واحد على الجتا س، فبيقول لي في صفر الباي على الاثنين يعني في الربع الاول مالها؟ بص تعالى نفتكر الاشارات مش هنخسر حاجه. بص في الربع الاول زي ما قلت لك انت عباره عن موجب وموجب، التاني عبارة عن سالب وموجب، هنا عبارة عن سالب وسالب، هنا عبارة عن موجب وسالب. طالما انت بتكلمني عن القاء ومقلوبها اللي هو الجتا، فاحنا عارفين ان اي زوج مرتب هو عبارة عن الجتا والجا، صح؟ يبقى انا يشغلني الجتا اللي هو الاول، فطبعا هنا موجب، هنا سالب، هنا سالب، هنا موجب، ده يشغلني اللي هو الجتا، طبعا ده الربع الاول، ده الربع الثاني، ده الربع الثالث، ده الربع الرابع. فدلوقتي بيقول لي في الربع الاول، في الربع الاول الاول جتا اللي هو موجب، يبقى هي موجبه. موجبه. في الربع 3 باي على 2 اللي هي 270 و2 باي 360. في الربع الرابع برضه موجب، يبقى موجب بس. يبقى موجبه موجبه، موجبه موجبه اللي هي الف بس. طبعا لو كان سالنا عن الربع الثاني سالبه، الربع الثالث سالبه. وصلت؟ لان انا يشغلني الجتا اللي هو الاحداثي السين بس كده. كده بفضل الله يا باشمهندس يبقى خلصنا تمرين اخطر بالكامل على درس الدوال المثلثيه ومقلوباتها، درس مهم جدا جدا بفضل الله. ان شاء الله هنزل لك المقال بتاعه والاختبار، عشان كده يبقى احنا انتهينا
من 3 3 3، وان شاء الله الدرس اللي جاي هيكون الدرس الرابع في الجبر اللي هو تكوين المعادله، اللي احنا وضحناه في فيديو المنهج الجديد ان هو ما اتحذفش، هو اتضم لدرس العلاقه بين جذري المعادله في كتاب المدرسه. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى يكون انت فيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.